قبل 24 ساعة عن انطلاق ماراثون بيروت، تجمع عدد من المتسابقين جنب الزيتونة باي للركض مع العداء الأثيوبي الأسطورة هايلي جبريسيلاسي صاحب الأرقام القياسية اللي وصل إلى لبنان ليحل ضيف على ماراثون بيروت. أنه كنا بنعرف أنه هايلي كسر أرقام قياسية، كنا كتير حابين يشاركنا بالركض معنا، بما أنه ما رح يربط ماراثون بكرة لأنه ضيف رح يكون هو عم يطلق سباق الماراثون، عم تكون إيزي ران 3 كيلومتر، ووافق وحبذ كتير الفكرة، وهلأ واصل كرمال يركض مع الجروبات كلها اللي أجت مسافة 3 كيلومتر. هايلي أبدأ أعجابه بلبنان عن زيارته الأولى بعد ما كان قرأ عنه كتير، كما أعجبته الأجواء اللبنانية. عايش نايس. لبنان غني بتاريخه وشعبه، المناخ هون مع الهواء المنعش بشكل جو رائع للركض. لبنان. وكان للعدائين امتنان كبير للركض إلى جانب هايلي، الأمر يلي ما بيحدث كل يوم. واحد كأنه شايف ستار بحياته، فأكيد مبسوط كتير. قد إيه أهمية الركض مع هايلي؟ أهمية يعني عم بتقلي إنه شخص مثل هذا الشخص إنه عامل ساعتين وثلاث دقايق. ومع هايلي بيكونوا العدائين تزودوا بالطاقة النفسية والحماس للركض بماراثون بيروت وأكمال مسافة 42 كيلومتر بأفضل طريقة ممكنة.